ارتفاع درجات الحرارة صيفاً تجبر أغلب أهالي محافظة دير الزور بالتوجه إلى نهر الفرات لممارسة السباحة بهدف التخفيف من عناء الحر الشديد، ولكن كثرت في الأيام الأخيرة حالات الغرق، وسجلت هذا العام ما يقارب أكثر من 40 حالة، وأغلبها من الأطفال، وكان آخرهم شاب بالعقد الرابع من العمر، فيما تواصل فرق الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني عملها بالبحث عنه. عمليات البحث عن الغريق من صباح اليوم السبت حتى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، وفي اليوم التالي وصباحا تحركت المجموعة مع عربة الإنقاذ والقارب إلى مكان الحادثة، وما زالت عمليات البحث عن الغريق متواصلة. نهر الفرات تياره قوي كتير، اللي ما بيعرف ينزل يعني حرام ينزل على الهي. يعني هلا أنا اللي من الصبح نحن عم نغطس وعم ندور، يعني حرام الناس يعني عم تنزل باستهتار، يعني يكون معهم طوافة حبل على الجزيرة اللي بتكون فيها مثلا على الرد اللي بينزلوا عليها. فرق الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني بدير الزور يبحثون جاهدين حتى ساعات متأخرة من الليل في نهر الفرات لانتشال جثة الشاب الغريق. نجي نساعد الغطاسين هنا عن طريق الزورق، يعني نقربهم مسافات أو نشيل بعدين الجثة إذا يلاقونها. نرجو من الأهل أنهم ينتبهون للموضوع ويراقبون أولادهم وين يروحون وين يجون أو يكونون معاهم، خاصة لما ينزلون على النهر. النهر صار خطر على كل العالم، والحالات تعددت وكثرت. مديرية الدفاع المدني بدير الزور تهيب بالإخوة المواطنين عدم ممارسة السباحة في الأماكن الوعرة في نهر الفرات حفاظا على سلامتهم من الغرق.